السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، إن شاء الله اليوم غادي نبداو في زيليو سوفت. زيليو سوفت واحد لوطومات لي سامبل و طبعا رولي انتيليجون، كنقدرو نستعملوها في لي بتي بروجي، هو سهل الاستعمال صراحة. كنصح بيه الإخوة اللي بغاو يتعلموا البروغراماسيون. هادشي ما غنشوفو بالنسبه ل، فهو عنده جوج طرق ديال البروغرام. تقدر تبروغرامي مانيوالمون بواحد لي بوطون كيما غنشوفو، او كتقدر تبروغرامي باللوجيسيال ديالو اللي هو هذا زيليو سوفت. فاليوم غادي نشوفو كيفاش نديرو لانستالاسيون ديالو. لي لانستالاسيون ديالو ساهله، فانا غادي نخلي لكم ان شاء الله ليان ديال تيليشارجمون. فانا كان يعني كان كنت بالتحميل ديالو على فورشير. غادي نخلي لكم اللين ديال التيليشارجمون في تحت الديسكريبسيون تاع الفيديو، وكما نخلي كذلك باج الكتروتكنيك برو. دونك انا عندي سورس سي دي، غنمشيو هنا. فانا نخليكم فقط غير لانستال، لان حاولت نقوم بالتحميل ديال السي دي كامل، مي في 500 ميجا فهو خطر شويه. لذلك غنخليه فقط نخلي غير لانستال. دونك هذا هو الشكل ديال الزيليو، هو هذا، هذه هي الاوتومات كما كتشوف. هذا راه بروغرام كما عطينا. دونك نقدروا نبروغراميو كما قلت مانيوالمون بهذا لي بوطون، وكما كذلك نقدروا نبروغراميوه باللوجيسيال اللي غنستاليو دابا اترافير واحد الكابل اللي كيتشرى معاه. يعني باش كتشري الاوتومات كيعطوك الكابل ديالها، هو عند الكونيكتور يو اس بي. كنديرو في هذه البلاصه، هذه كنحيدو هذا الكولر وكنوضعوه هنا. دونك هادو هما لي زونطري وهادو لي سورتي. دونك هادشي غنشوفو ان شاء الله من بعد. كيما قلنا زيريو سمارت لوجيك سمارت رولي زيريو سوفت سوفتوير، فهو كي تابع لشنايدر. نفس تقريبا نفس الرولي عند سيمنس، عندهم اللوغو، الطريقة ديال البروغراماسيون كتختلف، لكن نفس تا هو محدود. يعني نفس المزايا اللي كاينين في عند شنايدر في هاد زيليو كاينين عند سيمنس لوغو. هذا صراحة زيديو طوروا شوية، أصلا ولا هو تقدر دير فيه لا سوبرفيزيون، تقدر تكونيكتي مع البيبيتر هاي لا سوبرفيزيون. توا فيه تقدر دير تقدر نديرو لي موديل اكستونسيون لي سونطري و لي سورتي. دونك دابا حنا غادي نشوفو لانستالاسيون. انا ديجا مانستالي. دونك حنا كنختار اللغه ديال باش نانستالي. دونك فرونسي، لونجلي، اسبانيا، ايطاليا، المانيا، البرتغالي. دونك انا نخدم بالفرنسية، ندير انستالاسيون دو لوجيسيال في لانستالي. خليكم غيكون مباشر يعني ديريكت، ما يعطيكمش هاد يعني هاد الطريق هادي. فقط غتمشي لانستال وتقعد دير كليكي سويفون سويفون. دونك انستالاسيون دو لوجيسيال، كان عندي سورس سيتي راه فيها لا دوكيومونطاسيون في الكل. يس، كان بالنسبة لي هذا راه ديجا راه خدمت فيه في اكس بي وفي 7. دونك دابا هذا عندي ويندوز 8، يعني راه صالح لكل شيء. دونك انا نختار فرنسية. اوكي، هو سهل في الانستالاسيون ديالو. نقدر ندير سويفون اكس وي سويفون. دونك راه ديجا عندي انا، غندير لي وي. هو حتى الحجم ديالو صغير، مكاينش الكاباسيتي. غنديرو كيتي. دونك راه ندخل في الانستاليسيون. انا ديجا اصلا انستالي اون دوبل كليك على ليكون ديال زيرو سوفت.
دونك هذا هو الواجهة ديال البرنامج. دونك هنايا كنديرو كري ان نوفو بروغرام نيو بروجيكت، هنايا اوفري ان بروجي اكسيستون. دونك الا كان عندنا شي بروجي شي بروغرام بغينا نفتحوه، ولا كان بغينا هنا كنفتحو اخر بروغرام كنا خدامين عليه كيبقى اخر واحد تقدر تفتحو من هنا. هاد الا بغينا تيليشارجيو البروغرام من زيليو اللوجيسيال، وهنايا مود مونيتورين يعني تقدر يعني دير فيزواليزاسيون كما كتشوف. هنايا ديال لا سيميلاسيون، هادشي غنشوفو ان شاء الله في الفيديو الجاي. هو سهل ان شاء الله، ما غاديش يكون في فيديوهات كثار. نشوفو يعني الحاجه اللي مهمه فيه، هو كما قلت راه سهل و مزيان الاخوان اللي يلا بغاو يتعلموا يلا البروغراماسيون فهذا سهل، بالاضافه انه رخيص فتقدر تستعمله في لي بروجي كما قلت لي بروجي سامبل. لا داعي انك تشري شي اوتومات كبيره يعني سيمانس ولا تيلي ميكانيك، يعني هذا فقط تقدر تشري اعتقد كي 2000 درهم على حساب لي زونطري ولي سورتي. المهم يعني المهم تقدر تلقى 2000 درهم يعني تقريبا. زيادة على ذلك انك تقدر تبروغرامي غير بليدك يعني مانيوال، ما تحتاج لا بي سي لا والو. دونك نكمل في الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.